صباح الخير مشاهدينا، وحياكم الله في يوم جديد وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الصباحي واليومي برنامج فيض. ضحانا فاسمعوا عودناكم مواضيع عديدة مختلفة متنوعة. في حلقة اليوم راح نتحدث عن اليوم العالمي للتراث السمعي والبصري، بالإضافة راح نتكلم عن كيف الواحد يحافظ على الصحة العامة أكيد من خلال ممارسة مجموعة من العادات السليمة والعادات الصحيحة، بالإضافة إلى الفقرات الثابتة ولكن مختلفة في الموضوع مختلفة في المحتوى. بداية نصبح عليكم ونصبح على أخوي عبد الرحمن. صباح الخير حنين، وصباح الخير مشاهدينا ومتابعينا عبر شاشة تلفزيون قطر. نرحب فيكم وين ما تتابعونا، طبعا إن كنتوا في قطر أو خارج قطر نقول لكم صباح الخير. مثل ما قالت زميلتي حنين راح نتكلم في مواضيع عديدة اليوم، وراح يكونون معنا ضيوف يثرون حلقة هذا اليوم، حلقة بداية الأسبوع إن شاء الله راح تكون خفيفة وتستفيدون منها، وإن شاء الله هالأسبوع يمر عليكم بفرح نقول سعادة، كون أصلاً إحنا مقبلين على أحداث مهمة كذلك، وأكيد إحنا مجهزين لكم مجموعة مختلفة من البرامج ومجموعة مختلفة من الفقرات العديدة والكثيرة استعداداً لأهم حدث أكيد الكل في انتظاره اللي هو كأس العالم. بداية يعني قبل ما نبلش في حلقتنا لهذا اليوم أنا بسألك سؤال، هل أنت من الأشخاص اللي يقدر يخفي حزنه أو يخفي زعله أو يخفي مشاعره أياً كانت، ولا من الناس اللي على طول يبين على وجهه في تعابير وجهك؟ من يوم الأحد تتكلمين عن حزن؟ مو أنا أتكلم عن حزن، بنتكلم عن قدرة بعض الأشخاص، في صد والله ناس عندهم قدرة إنه ما يعبرون عن مشاعرهم، يخلون في قلبهم، ولكن هذا الشيء يأثر سلبي عليهم. فليش إحنا نأخذه بموضوع إنه حزن، نأخذه بجانب إيجابي؟ يمكن إن أنت مثلاً شلون تطلع الحزن وشلون إن أنت تعبر عن مشاعرك عشان يكون شيء إيجابي تقدر تبلش في أسبوعك. أنا أعبر عن الحزن بالأكل، يعني لما أكون حزين أو أحس إني متضايق. بس الحين ما جاوبت على السؤال، هل أنت من أنا الناس أتهرب من السالفة بطريقة يعني مش يعني وجهك يعبر عن الحزن أو التعابير مثلاً أي مشاعر تواجهك، ولا تقدر تخفي المشاعر وتكمل؟ والله أقدر أخفي، أتوقع يعني تقدر تخفي. تبي الحزن نتكلم عن الحزن، الشعور بالحزن هو نقدر نقول استجابة عاطفية طبيعية للأحداث الصعبة في الحياة، بالرغم من كونه شعور طبعا طبيعي فإن التخلص منه قد لا يكون سهلا في كثير من الأحيان، وقد يتمكن الحزن الشديد الناجم عن المصائب الكبيرة مثل طبعا فقد الفراق من البعض فيعيشون معه طويلا دون أن يدركون أنهم يتغيرون ويتحولون إلى شخصيات حزينة وكئيبة رغما عنهم. لهذا فإن معرفة كيفية التخلص من الحزن وإطلاق سراح الدموع المحبوسة يساعدنا في العودة إلى طبيعتنا والمضي قدوماً أو قدماً في الحياة. خلنا نقول من جهة أخرى ومن جهة ثانية، ممكن أن يعتقد البعض أن الحزن حق الناس الأضعف، وبالنسبة حق خلنا نقول الرجال فإن الأمر ممكن أن يكون سيء، لأن من غير المرغوب رأيتهم مثلاً يبكون أو أن تحصلين رجال مثلاً قاعد يبكي، فعشان هالشيء نسعى أحياناً إلى السيطرة على حزننا وقمعه، وفي الوقت اللي نقدر أو نستطيع فيه منع الشعور بالحزن وقمعه فإن ما نقدر أن نمنع الدماغ مثلاً من إثارة الحزن فينا، فالحزن هو عاطفة إنسانية أساسية، ولما نتفاعل مع الحزن بهالشكل وندفنه مرة ورا مرة فهالشيء ينتج أعراض مثلاً، أو تنتج أعراض مثل القلق والاكتئاب وغيرها من الأعراض اللي ممكن تواجهك لو اكتمت هذا الحزن. أنت قلت تأكل شوكولات أو تأكل أكل ومن الأمور نفسيتك يوخر الحزن، في نقدر نقول بعض طرق التعامل مع الحزن. دائما نقول اسمح لنفسك في البداية أن تكون حزين، لأن إنكار هذه المشاعر قد يؤدي إلى إلحاق الضرر بك بمرور الوقت. فكر في سياق المشاعر الحزينة، هل هي مرتبطة بخسارة أو فقدان عزيز أو فراق؟ استدعي مشاعرك الحزينة بطريقة غير تحكمية واطلق لنفسك العنان لترى بماذا ستشعر حتى النهاية. قد يتحول نفس ما قلنا الحزن لديك إلى اكتئاب، انتبه لذلك. حاول الحصول طبعا على مساعدة حقيقية من شخص مختص بدلا طبعا من الغرق في الاكتئاب والحزن. يقدر الواحد مثلا إذا حس إن حزين يكتب مشاعره يروح حق مكان هادي يحبه مثلا، حاول أنك تصف هذه المشاعر وشنو اللي قاعد يصير ومدى انزعاجك، فحاول أنك تكتب بقدر الإمكان من التفاصيل وما تنسى وصف هذه الأحاسيس مثلاً أو هذا الحزن
أو اللي تشعر فيه جسدياً، فهالشيء بيساعدك على فهم مشاعر الحزن الكامنة أو المكبوتة في داخلك. وبعد عندك تقدر تشتت نفسك بفعل أشياء إيجابية، لأنه من السهل التركيز على المشاعر السلبية والتغاضي عن المشاعر الإيجابية. خذ لحظة لكتابة ذكريات مثلاً سعيدة أو مريحة، ويمكن أن يجعلك هذا التذكر تشعر بالإيجابيات مرة أخرى. فيعني هذه حلول نقدر نقول سريعة بسيطة تتخلص من الحزن، عشان ما تقول بلشتي الأسبوع بالحزن. إحنا الله يبعد عنا الحزن إن شاء الله، وتكون أيامنا كلها خير وسعادة وفرح. يعني هذه بعض الطرق السريعة والبسيطة الواحد إنه يقدر. أنا ما أتكلم حتى عن مصائب كبيرة، أحياناً يمكن أمور وتراكمات الظروف وتأثر على نفسيتك. فإحنا كل هذه الطرق البسيطة اللي إحنا تكلمنا عنها كمحاولة إن الواحد شلون يقدر يغير نفسيته. أحياناً حتى اهتمامك بالمظهر الخارجي أمور بسيطة يمكن تغير من نفسيتك، تطلعك من الحزن. عشان كذي أنا قلت لكم في آخر كلامي، شتت نفسك، ابحث عن أمور إيجابية، هواية، اكتشف شيء. يعني حتى الخروج ورفقة الصحبة الطيبة يمكن تأثر على النفسية. الفضفضة، اختيار أشخاص يقدرون إنه يطلعونك من مود ويغيرون مودك. أكيد. وعندك بعد الأكل ممكن مصر على الأكل. لأنه لازم تجربين. هو فعلاً فعلاً الأكل وايد يغير من نفسية الإنسان. وحتى يعني أكيد في دراسات كثيرة، بالإضافة طبعاً للشوكولات، يعني في دراسات كثيرة على حتى أنواع معينة من الأطعمة. واليوم إحنا راح نتكلم شلون الواحد يحافظ على صحته، الصحة بشكل عام، يعني النفسية والجسدية. أكيد. ويقولون إن الكافي والشوكولات والحلويات ترفع هرمون السعادة. من هالموضوع مشاهدينا، خلونا ناخذ جولة في صحفنا المحلية، نبدأها من جريدة العرب. انتهاء تطوير تقاطع السد وشارعي السد وجوعان. أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن انتهاء أعمال تطوير تقاطع السد وشارعي السد وجوعان في منطقة السد ضمن مشروع تحسين الطرق في مناطق عديدة في الدوحة الكبرى المرحلة التاسعة. وأشار المهندس علي سامي جمال، مهندس المشروع بقسم مشاريع مدينة الدوحة بإدارة مشروعات الطرق في أشغال، إلى أهمية أعمال تطوير تقاطع السد وشارعي السد وجوعان، حيث تشهد هذه المنطقة كثافة مرورية عالية وتخدم العديد من المنشآت الخدمية والمحلات والمراكز التجارية والمؤسسات التعليمية والصحية في المناطق المجاورة. طبعاً يعطيهم ألف عافية أشغال على كل الجهود اللي يبذلونها ويقومون فيها. شفنا الطرق اللي افتتحت والشوارع والجسور، طبعاً إنجازات مبهرة صراحةً. إنجازات مبهرة وسريعة في أوقات قياسية. إحنا قاعد نشوف فعلاً تغيرات كبيرة جداً. نشكر كافة الجهات الحريصة كل الحرص على أنها أكيد تقدم شيء مختلف لاستقبال أكيد جماهير كأس العالم من مختلف الدول أكيد، وتوفير لهم كافة سبل الراحة والتسهيلات. خلينا ننتقل إلى جريدة الراية. 14,360 طالب يؤدون اختبارات الشهادة الثانوية. كشف السيد خليفة الدرهم مدير إدارة تقييم الطلبة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن تقدم 14,360 طالب وطالبة لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023، حضوراً من المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي نقدر نقول تتبع المعايير المهنية الوطنية، وذلك خلال الفترة من 6 نوفمبر القادم وحتى 16 من الشهر ذاته. أكيد نتمنى لهم التوفيق طبعاً لكل الطلاب والطالبات اللي راح يقدمون الاختبارات، وإن شاء الله نشوف درجات تبيض الوجه إن شاء الله. ونروح لهذا الخبر من جريدة لوسيل. قطيفان الشمالية تستعد لاستقبال جماهير ومشجعي المونديال. أعلنت شركة قطيفان للمشاريع عن استعداداتها لاستقبال الجماهير والزوار خلال المونديال، وأشارت إلى أنها ستقدم فعاليات ترفيهية وثقافية متنوعة، بالإضافة إلى مخيم المشجعين لجزيرة قطيفان الشمالية الذي يتمتع بتصميم عربي فاخر بإطلالة مميزة على بحر مدينة لوسيل، ليوفر 1800 خيمة فاخرة مجهزة ومهرجان الشاطئ الترفيهي. وقالت أيضا في بيان صحفي أن فعاليات جزيرة قطيفان الشمالية ستضم أيضا قرية عربية للترحيب بالمشجعين وتعريفهم بالثقافة وأصول الضيافة العربية، وقرية الثريا المميزة بفعالياتها للعوائل
والأطفال ونادي الشاطئ الذي سيفتح أبوابه لاستقبال الزوار للاستمتاع بالفعاليات الشاطئية والعروض الترفيهية. ولعل أهم ما يميز الفعاليات قربها من استاد لوسيل الذي يبعد 5 كيلومترات فقط. طبعاً إن شاء الله راح تكون في أماكن كثيرة وفعاليات كثيرة خلال فترة المونديال، والكل راح يستمتع سواء كانوا اللي عايشين على هذه الأرض الطيبة أو اللي بيجونا زيارة خلال المونديال. نعم، يعني نفس ما ذكرت فعلا أماكن كثيرة، يعني صحيح راح يتم تسليط الضوء بشكل مكثف وشكل كبير على الجانب الرياضي، ولكن لا ننسى هناك تسليط ضوء كذلك على الجانب السياحي، حيث يعني قاعد نشهد خلال هذه الفترة بما أنا ذكرت أننا قاعد نشوف يعني أرقام قياسية في وجود أماكن كثيرة. يعني في أماكن إحنا شهدناها وتعودنا عليها وتعتبر من أبرز المعالم السياحية اللي موجودة عندنا في قطر، ولكن إحنا اليوم قاعد نتحدث عن جزر، قاعد نتحدث عن مباني، قاعد نتحدث عن أعمال ضخمة جداً ترحب وتحتضن كافة الجنسيات بفعاليات عديدة وكثيرة. إن شاء الله أكيد إحنا من خلال شاشة تلفزيون قطر راح يتم تسليط الضوء عليها وتغطيتها أول بأول، علشان حتى الواحد يقدر يروح ويستمتع بهذه النشاطات وبهذه الفعاليات التي تقام في دولة قطر. جوانب عديدة وكثيرة، كل مؤسسة كل فرد حريص على أن يكون سفير لوطنه لبلده، خاصة إن هذه البطولة لأول مرة تقام في بلد عربي. يعني إحنا كلنا سفراء أن إحنا نعكس التاريخ العربي، نعكس الإنجاز القطري، نعكس شنو راح يكون بانتظار كل زوار العالم من خلال النشاطات والفعاليات اللي راح تكون بانتظارنا في قطر. خلونا ننتقل إلى الخبر، خبر آخر طبعاً بمناسبة الأحداث اللي قاعد نتكلم عنها من جريدة الوطن، أغنية ترحيبية لطبعاً زوار المونديال. يستعد المطرب خالد دلوان من تسجيل أغنية ترحيبية لزوار كأس العالم الذي سيتوافدون خلال الأيام المقبلة لحضور النسخة الاستثنائية من بطولة كأس العالم التي تستعد قطر لاستضافتها. خالد دلوان أكد في تصريحات خاصة أدلى بها للصحيفة أن العمل عبارة عن أغنية بسيطة يقوم من خلالها بالترحيب لزوار بطولة كأس العالم التي تستضيفها قطر في 20 من الشهر المقبل وحتى 18 من شهر ديسمبر القادم. نعم، يعني شفنا الأغاني اللي طلعت خلال هذه الفترة. ونروح لهذا الخبر من الشرق، البريطانية ليا لويس زرت 8 ملاعب مونديالية في 3 ساعات فقط. نوهت نجمة كرة القدم الاستعراضية الفريستايل البريطانية ليا لويس التي حطت رحالها في قطر قبل أيام في جولة استكشافية للدولة المستضيفة لكأس العالم في نسختها 22 بالتقارب الكبير في المسافة بين الملاعب المونديالية 8 التي جهزتها قطر لاحتضان العرس العالمي ومعاينتها عن قرب بعدما قيل الكثير عن جماليتها وروعتها. وأصرت ليا لويس على مشاركة 10,000 أو 10,000 من معجبيها عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام لتجربة فريدة من نوعها قامت بمعايشتها في قطر، وهي زيارة الاستادات المونديالية 8 في نفس اليوم. وقياس المدة الزمنية التي ستستغرقها في زيارة كل الاستادات التي ستحتضن 64 مباراة في كأس العالم، حيث كانت نقطة انطلاقة النجمة البريطانية ليا من استاد 974 في قلب الدوحة، واختام الرحلة التاريخية التي قامت بها كان في ملعب لوسيل مسرح نهائي الأحلام كأس العالم. في تجربة أكدت ليا أنها لم تكلفها سوى 3 ساعات فقط، ما يعكس الخاصية التي يتميز بها مونديال قطر وستجعل منه استثنائيا وتاريخيا، ألا وهي التقارب شديد جدا بين الاستعدادات 8، مما سيتيح لأنصار كل المنتخبات العالمية التي ستتواجد في قطر زيارتها جميعا في نفس اليوم مثل ما كان عليه الحال مع البطلة العالمية للفريستايل. طبعا مثل ما قلنا أشغال طبعا والشوارع والطرق اللي استوت في هذه الفترة الزمنية 3 ساعات بين كل يعني السنة. احنا نشوف خلال هذه الفترة أمانتين قاعد نشهد حضور جماهيري كبير وحضور كثير من الشخصيات إلى دولة قطر من خلال المهرجانات والفعاليات والمعارض التي تقام بشكل مستمر في الآونة الأخيرة تحديدا، والكل ولله الحمد أبدأ إعجابه بما يعني قاعد يشوفونه من خلال نشاطات الفعاليات. قرب المسافة بين الملاعب بين التنظيمات اللي قاعد نشهدها أكيد راح يكون شيء ممتع وشيء مريح لتوفير أكثر سبل الراحة لأكيد زوار دولة قطر. خلونا نأخذ هذا الفاصل وأكيد راح نكمل تواصل.
حياكم الله مشاهدينا من جديد، نستكمل معاكم باقي فقراتنا من برنامج في الضحية. طبعا يشكل اليوم العالمي للتراث السمعي والبصري فرصة لرفع مستوى الوعي بشأن الحاجة إلى اتخاذ تدابير عاجلة والإقرار بأهمية الوثائق والمواد السمعية البصرية. وبهذه المناسبة راح نتكلم عن كيفية حماية هذا الموروث بما يحفظ ذاكرة الأمة. فيسعدنا أن نستضيف معنا الدكتورة هيا المعضادي، مستشارة بوزارة الثقافة والرياضة. حياك الله معنا دكتورة، ونقول صباح الخير. يا هلا ويا مرحبا فيكم، صباحكم الله بالنور والسرور. حياك الله دكتورة، سعدين كالعادة بوجودك دائما، مواضيع مختلفة عديدة، ودائما أكيد عندك معلومات قيمة تفيدينا وتفيدين إن شاء الله السادة المشاهدين. اليوم احنا قررنا إن شاء الله نتحدث عن الاحتفال باليوم العالمي للتراث السمعي والبصري، مدى أهمية وجود هذا اليوم وتخصيص هذا اليوم؟ نعم، أول شيء طبعا احنا نعرف أن التراث السمعي والبصري هو يعتبر الذاكرة الجمعية. الذاكرة الجمعية سواء كانت للشعوب، ياهي قبيلة، ياهي شعب أو أمم أو حضارات، فهي ذاكرة جمعية. فحتى احنا عشان نعرف حضارة كذا نشوفها في اللي بنتكلم عنها سواء كانت البصرية أو السمعية، فجدا مهمة. يعني احنا لو بنعرف أي حضارة من الحضارات من وين نعرفها؟ ممكن من آثار، الآثار اللي موجودة، من المباني اللي موجودة، العمارة اللي موجودة، قد تكون من قصص حزاوي نسمعها، قصص متداولة عن موضوع معين. فالسمعي هو ما تناقل باللفظي، تناقل من أجيال إلى أجيال، وقد يوثق وقد لا يوثق وقد يضيع. والبصري هو ما نجده الآن من متاحف، من قصور، من رسومات، مثل في الآثار الموجودة عندنا، اللي موجودة عندنا في قطر مثلا. لولا أن هذه الموجودة ما كنا عرفنا الحضارات اللي قبل سبقتنا، ويمكن لذلك تقاس على هذه المباني. يعني مثلا عشان أعرف أن هذا المجتمع شلون كان شكله أو شلون حياته من خلال الآثار الموجودة. مجلس تبي تشوفه، يعني تبي تعرف مثلا، مثل احنا عندنا في قطر ما شاء الله، لما تشوف الآثار والبيوت القديمة تعرف المستوى المعيشي اللي كان، شلون كان نظام المجالس، شلون كان نظام الأسرة. أنت بترجع على اللي هو التراث البصري. والبصري أيضا منه اللوحات، اللوحات القديمة، الرسومات، ممكن الأدوات القديمة، عشان أنا أعرف احنا الحين يعني كتقدم علمي وصلت طبعا الادوات الاستخدامات الى يعني اجهزه متطوره، لكن شلون استخدموه اول لما نسافر برا او حتى في متاحف. نشوف مثلا اول ما نستخدم مثلا مال الحرث، استخدم مثلا شلون كانوا يشبون الضوء، كل هالاشياء تلقاها موجوده عند بعض الدول اللي حافظت على هذا الموروث ويعني عملت له متاحف. فأنت تروح مثلاً تشوف شلون كانت الطريقة، مثلاً أول ما كانوا يسوون مثلاً الجبن، مثل ما كانوا يسوون أول شيء. فبداية هذه الصناعات موجودة. يعني حتى دكتور يمكن في أبسط الأمور، حتى الملابس، أنت ذكرتي وجود متاحف، لو نتكلم عن دولة لجنة الإرث كذلك. نعم، هذه طبعاً تحسب لدولة قطر في طبعاً إحنا نعرف جهود الأمم المتحدة في يعني تخصيص يوم للمحافظة على التراث السمعي والبصري. ولكن ما هو دور الدول أو المؤسسات أو الأفراد في حفظ هذا الموروث؟ قطر استبقت العالم كله أنا أعتقد في لجنة الإرث، في أنها من قبل لا يبدأ، يعني من يوم فازت قطر باستضافة المونديال، نعم، وهي قاعدة تؤسس لهذا الإرث، حتى غيرت اسم اللي هو فريق العمل اللي كان المونديال سمته لجنة الإرث. ليش؟ لأنه هو إرث راح ينتقل إلى صحيح. الأجيال صحيح. الآن نشوف متاحف، نشوف مثل ما نقول مجسمات، نشوف أشياء تتركها قطر اللي هي بصرية وتسمعية أيضا، لأن احنا السمعي ترى منها الأفلام، مثل الأفلام القديمة، يعني حتى احنا على سبيل المثال الكاترج القديم أو ذيلة، عشان تنقل المادة القديمة إلى طريقة أخرى أو تحولها ترى تعتبر إرث. فالإرث ينتقل. قطر ما شاء الله عليهم، يعني يعتبر أول دولة عملت هذا الشيء وإنها هي حفظت عليه وتحسب لها فعلاً. أكيد عشان تتناقل بين لأن هذه أمانة، لأن هي أمانة. وفي أيضاً شعار يعني الأمم المتحدة اعتمدته، اللي هو أن للجميع الحرية في نقل، نقول عنها تجاربه ومعاناته وما كل ما يملكه عنده. يعني أنت مثلاً كدورة دولة لا تحجر صوت هذا الشخص. ممكن أنا أبي أتكلم عن أحداث معينة، خليه يسجلها، خليه يكتبها. مثل ما نعرف بعض المرات في كتب يقولك هاي ممنوع الكتاب هاي يصدر، ليش؟ لأنه قد ما حد يبي يطلع هالكلام موجود. لا، هو هذه يعتبر أمانة ونقل للأجيال،
لما أنا أتكلم عن موضوع معين أقول والله من حوالي 200 سنة صار الموضوع الفلاني، أي طيب من انقله من كتبه؟ فلازم تكون أشخاص ثقة كتبوه وكتبوه في وكان في مساحة للحرية. جميل. إحنا قاعد نتكلم أكيد عن دور الدولة من خلال وجود لجنة الإرث، دور الأفراد كذلك مهم، دوركم كذلك مهم. من خلال هذه الفترة شهدنا ندوة، ونتكلم عن هذه الندوة بخصوص هذا الموضوع. فعلًا هي الندوة كانت بدعوة كريمة من ملتقى المؤلفين القطريين، وإحنا نعرف إن عشان نتكلم عن التراث السمعي والبصري، البصري اللي من الكتب نقول عنها الكتب اللي تحفظ، فدور ملتقى المؤلفين القطريين كان جدا مهم في هالموضوع، لانها هي ايضا فيها ناس قاعدين يوثقون، واذا ما في ناس يوثقون لهذا التراث فلن يصل الى الاخرين ولن يصل للاجيال القادمه. واعتبرها فعلا يعني هذه امانه لابد ان تنقل. هي يعني لو 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 احنا تطلعنا الى موضوع الاستدامه، الاستدامه كعقل بشري او في الانسان، احنا الاستدامه فيها ايضا مجال البشري، فإذا كان ما نقلت هالموضوع أو هالتراث إلى الأجيال القادمة ما راح يكون عندي البعد الحضاري حق كوني أنا كإنسان موجود، أعرف أن أنا عندي بعد حضاري وبعد تاريخي وأفتخر به وأستمر. فأقدم الأفضل. نعم دكتورة، يعني تم تخصيص يوم عالمي للتراث السمعي والبصري، طيب شنو الفعاليات مثلا اللي تقام بمناسبة هذا اليوم العالمي؟ الأنشطة أنت ذكرتي فيه الندوة، لكن شنو الفعاليات الأخرى المصاحبة مثلا لهذا؟ والله أنا صراحة اللي أنا عارفة أن جاتنا دعوة من ملتقى المؤلفين القطريين، لكن أعتقد بعد كان فيه لقاء توه كان مع إدارة التراث وزارة الثقافة، وأعتقد أنه هو المفروض الآن دور أيضا مثل ما تكلمنا تحت الهواء بموضوع ما هو دور ايضا المؤسسات التربويه والمؤسسات الدوله كلها في ان احنا نعزز هالمفهوم ونحاول ان احنا نوثقه. يعني خلونا نتكلم مثلا عندنا مثل مركز احسان، دوره جدا كبير في انه هو يفعل دور الكبار السن، شلون بالتعاون مع وزاره التربيه والتعليم التعليم العالي في ان احنا نربط ما بين الاجيال اللي هم الاجداد وما بين عيالنا في المدارس. لو احنا مثلا سويناها مثل ما يقولون برنامج أو خطة في أن أنا مثلاً كطالب في المدرسة أجيب مثلاً جدي وأخلي مثلاً يقعد مع مجموعة من الطلاب ونحول هذا التراث السمعي إلى بصري. مثل ما قلت لكم قبل، نحن كنا في الحزاوي اللي كنا نسويها في نوماس كنا نقول لحزاية، نخلي حد من الأمهات تقول لحزاية ثم يتحول إلى عمل، أما رسم أو عمل بالمعجون أو غيره، فتثبت المعلومة عند الطفل. نعم، نقدر نقول دكتورة هاي كيفية الحفاظ على التراث السمعي؟ نعم. من خلال أكيد الاستعانة بالخبرات. هو إيه نعم هو لولا أن احنا نعمل نوع من الاستمرارية وعمل برامج وخطط في أن احنا نفعل دور، احنا أصلا من وين ذاكرتنا الجمعية؟ من وين أيضا الإرث من وين بيجينا ومن وين هالمعلومات غير من الآباء والأمهات؟ هم هذه يعني قصص اللي كانوا يقولون إياها أهلنا أول والحزاوي اللي كانت تعطينا بعض المعلومات عن ما كان يحدث أول، ولولا ذلك ما كانت وصلتنا. صحيح. بعض مثلا الحكايات ممكن أن أسمعها من الوالد بعدها أنا أقول حق العيال وتتناقل وتتوارث، وهذا هو بنحافظ عليها من خلال انتقالها بكل سلاسة بكل سلاسة، ونترك لها الحرية وتعطينها المجال في أنها هي تكمل وتوصل إلى الأجيال القادمة بحيث تصل إلى الأجيال اللي بعدها. وهذه مثل ما قلت لكم وتم من دور لجنة الإرث في ذلك، وهي طبعا توجه الدولة في ذلك. دكتورة، بما أننا في عصر التكنولوجيا وعصر السوشيال ميديا، اليوتيوب، الانستغرام، كيف ساهم هذا في الحفاظ على التراث السمعي والبصري؟ نعم، أنا أعتقد كمثال راح أقول لمكتبة قطر الوطنية. مكتبة قطر الوطنية الآن أيضا قامت بذلك، وبعد أيضا ممكن تعزيزها بأن احنا استضافة الكبار السن. نعم ممكن. دكتورة هي المعضادي مستشارة بوزارة الثقافة والرياضة، شكرا لك، شكرا لوقتك الدائم معنا أمانة، المواضيع اللي دائما تطرحيها كلها مميزة في خدمة المجتمع، خدمة الأفراد، فشكرا لك ويعطيك العافية. شكرا لك، شكرا لي معك رحمة، يعطيك العافية دكتورة، ما قصرتي. إذا مشاهدينا أكيد مواضيعنا مختلفة ومتنوعة، مستمرين أكيد معاكم في برنامج في الضحى، راح نطلع وإياكم إلى تقرير، ودائما قطر تبدع، في قطر تبدع حياة الترحال بتفاصيل أكثر في هذا التقرير. تاريخ الرحل في قطر والصحراء الوسطى ومنغوليا كله في مكان واحد. متحف قطر الوطني يكشف الستارة عن معرض حياة الترحال من منظور جديد، الذي يتناول حياة الرعاة الرحل في ثلاث مناطق متميزة:
المعرض يضم أكثر من 400 قطعة فنية مختلفة، كما يستكشف كيف نشأت هذه المجموعات الحياتية وشكلت أنماطاً ثقافية عميقة حافظت عليها على مدار السنين. المعرض يسلط الضوء على الممارسات والخبرات لثلاث مجموعات من الناس من ثلاث مناطق جغرافية، منها بدو أموهار من الصحراء الوسطى، الرعاء الرحل من منغوليا، وأهل البر الذي اهتموا برعاية الحيوانات قبل اكتشاف البترول. طبعاً راح تشوفون في المعرض علاقة هذه المجتمعات بالبيئة، علاقتهم مع الحيوانات، ممارساتهم الثقافية والاجتماعية المختلفة، العوامل التي أثرت على تغيير سبل حياتهم. وعلى عكس الصورة الشائعة في الفكر والثقافة الغربية عن الرجل البدوي البسيط الذي لا يقبل التغيير أبداً، فقد تبنى الرعاة الرحل ممارسات وتقنيات متطورة للتغلب على التحديات في البيئات الأكثر صعوبة في العالم. يتجلى ذلك في علاقة المجموعات الثلاثة ببيئاتهم واعتمادهم على التأمل الدقيق في أنماط الرياح والظروف الطبيعية. الفترة الزمنية اللي عاشوها هالقطر في حياة التنقل والترحال كانت لها مفهوم كبير يعني، وأهمية كبيرة اكتسبوها من معرفة البيئة والمحيطة فيهم والفلك في جانب آخر وعن مصادر المياه. فهذه حياة عاشوها أهلنا القديمين، وفيه كتب وثقت هذه الحياة. الكشف عن المعرض يأتي بالتزامن مع استعداد دولة قطر لاستقبال كأس العالم فيفا قطر 2022، ليوفر لزواره نافذة تطل على ماضينا الذي نستقي منه حكمة الأجداد بغية استشراف مستقبل أكثر إشراقا. لكل من ضم إلى متابعتنا حياكم الله في برنامج فيض ضحى، مستمرين في مواضيعنا. نفس ما قلت لكم في بداية الحلقة راح نتكلم أكيد عن كيفية الحفاظ على الصحة العامة. تعتبر صحة الإنسان كنز أكيد لا ثمن له، والكثير يعتبرون عادات غير صحية تؤثر على أجسادهم وصحتهم. لذا يعد الحفاظ على الصحة العامة من خلال أكيد ممارسة العادات الصحية هي المفتاح الرئيسي للحفاظ على الصحة. ومن هذا المنطلق أقامت جامعة قطر العديد من الفعاليات اللي نقدر نقول تختص بالحفاظ على الصحة من عدة جوانب. وراح يكون معنا اليوم الدكتورة آلاء العويسي، مدير العمليات الكلينيكية والشراكات في قطاع العلوم الصحية والطبية في جامعة قطر. حياك الله معنا دكتورة آلاء، وسعيدين بوجودك. أمانة نجاح أي شيء وكل شيء من خلال صحة أفراد المجتمع، فحياك الله معنا. حياكم الله وشكرا للاستضافة. يا مرحبا دكتورة، ونصبح عليك بالخير. يعني في البداية لو نتكلم عن أهمية الحفاظ على الصحة العامة للوقاية من الأمراض. أول شيء صباح الخير ويسعد صباحكم جميعا. في البداية يعني رح أبدأ بالتقرير اللي طلع من منظمة الصحة العالمية، والتقرير كان يعني كان بيشيد لخطورة زيادة الإصابة بالأمراض المزمنة، والسبب لهذا الشيء اللي هو الخمول البدني. فطلبوا من الحكومات ومن المؤسسات التعليمية والصحية بترويج فكرة النشاط البدني وتوعية الناس عن مفهوم أهمية الرياضة. فهذه كانت يعني الهدف منها. هلا ممكن الناس تقول انه الإصابة بالأمراض المزمنة كالسكري، كأمراض الضغط، كأمراض القلب، السمنة، ممكن انها هي تكون عوامل وراثية، ولكن هي بالحقيقة كمان هي عادات مكتسبة. والإشكالية في هذا الموضوع انه الناس ما بتعرف هذا الشيء، انه ممكن اشياء يعني اشياء الواحد بيعملها اشياء مكتسبة بتؤدي إلى هذه الأمراض المزمنة، يمكن تزيد حتى من العادة من العادات. حتى لو كان هناك في بعض الأمراض لها الجانب الوراثي يلعب دور كبير، ولكن شلون الواحد يقلل منها من خلال أكيد اتباع مجموعة من العادات الصحية السليمة. ذكرتي موضوع أن إحنا كترويج وكاهتمام وتثقيف المجتمع، أنتم تقريبا نقدر نقول نتكلم عن فترة شهر قدمتوا حملة، هذه الحملة أقامتها الجامعة، فلو تكلمينا عن هذه الحملة وتفاصيلها. نعم، فنحن بقطاع العلوم الصحية والطبية يضم خمس كليات، اللي هي كلية الطب، كلية الصيدلة، كلية العلوم الصحية ببرامجها الأربعة، كلية طب الأسنان، وكلية التمريض. فعملنا حملة متكاملة شاملة
تحت شعار تعزيز النشاط من أجل عالم أوفر صحة، وهذا يعني اللي هو شعار يعني مقتبس من منظمة الصحة العالمية. ومن خلال هذه الحملة قمنا بالعديد من الفعاليات خلال هذا الشهر مع حملات شراكة مع أعضاء هيئة التدريس، مع الطلاب من التخصصات الصحية المختلفة. فبدأنا كان في حملة عن موضوع الوعي بالصحة النفسية، وزي ما بتعرف الصحة النفسية لها أثر كتير كبير على الصحة الجسدية. فموضوع الصحة النفسية كان تحت شعار جعل الصحة النفسية مهمة عالمية. ومن خلال هذا كنا عملنا شراكات مع مؤسسة وزارة الصحة، مؤسسة الرعاية الصحية الأولى، ومؤسسات في الدولة لها علاقة بالرعاية والمعافاة. بالإضافة إلى ذلك قمنا بحملات توعوية عن طريق السوشيال ميديا اللي هو الإنستغرام. كان في لنا كانت مسجات تطرح إلى الجمهور، كان منها عن مثلاً عن سرطان الثدي، عن أهمية الصحة، عن أهمية النشاط البدني. كمان كان في عنا مباشر أو عرض مباشر على الإنستغرام مع المدرب عبد الله الكعبي، وتكلم عن كيف ما هي أهمية النشاط والرياضة لتوفير عالم أو أكثر صحة وأكثر فاعلية. بالإضافة إلى كان عندنا حملات زي ما بتعرفوا شهر 10 اللي هو الشهر نشر الوعي عن سرطان الثدي، فقمنا بحملات خلال يعني من الجامعة وعلى مواصل المنصات الاجتماعية من خلال مقابلات. في كان عندنا مقابلة مع الدكتورة ارتفاع الشمري من مؤسسة حمد الطبية، الشيف عائشة التميمية للتحدث أكثر عن هذا الشيء، وكمان إعطاء مسجات رسائل للمجتمع عن هاي الحملات. لا وكمان في شغلة تانية إن شاء الله يعني رح نقوم فيها إن شاء الله بعد كأس العالم، وهي إنه نقوم بحملات مع طلاب التخصصات الصحية في المولات للتوعية عن أهمية الرياضة، أهمية التغذية السليمة، ليكون عندنا عالم أوفر من الصحة. دكتورة هاي بعد كأس العالم، خلال كأس العالم طب شنو راح يكون في انتظارنا أو الخطة اللي أنتم مسوينها؟ يعني كمان نفس الشيء، حيكون في عندنا نشرات توعوية، من في عندنا نشرة اللي هي دائما نبض الصحة تتكلم عن، يعني خلال هذا الشهر كان عندنا نشرتين اللي هي نبض الصحة عن الصحة النفسية وعن مرض سرطان الثدي، وحيكون عندنا نشرة أخرى عن أهمية الرياضة. ومثل ما يعني بنعرف احنا من اهم الاشياء اللي كنا بنركز عليها انه طبعا العقل السليم بالجسم السليم، وانه الوقايه زي ما بنحكي هي خير من ألف قنطار علاج، وانه يعني الحمد لله يعني الشغله مش صعبه، وانه ممكن اي شخص يقوم بهاي الاشياء، يعني عن طريق المشي، عن طريق الركض، عن طريق ركوب الدراجات. وما شاء الله يعني نحن يعني في الفترة السنوات الأخيرة لاحظنا وجود عدد كبير من المنتزهات، وجود الحدائق في البلد، المسارات، المسارات للمشي، المسارات للدراجات. ومن هذا الباب كمان قمنا بحملة أو مسابقة عبر الإنستغرام لمنتسبي الجامعة إنهم يشاركونا كيف عم بيحاولوا إنهم يطبقوا هذا الشعار اللي هو تعزيز النشاط، النشاط من أجل عالم أوفر من الصحة. جميل دكتورة، يعني فعاليات عديدة وجهود جبارة صراحة من قبلكم من القطاع الصحي والطبي في جامعة قطر، وشلون شفنا تعاون الكليات وتعاون كبير بينكم، فلو نتكلم يعني شلون شفتوا تفاعل الطلاب، تفاعل الناس من خلال هذه الفعاليات والحملات اللي قاعدين تقومون فيها، وشلون قستوا مدى خلنا نقول وعي الطلاب من خلال هذه الفعاليات؟ صراحة احنا الطلاب يعني جزء مهم من يعني من تنظيم هذه الفعاليات، يعني مثل ما حكيت نحن في قطاع العلوم الصحية والطبية عندنا طلاب من تخصصات مختلفة، يعني في جامعة قطر في قطاع العلوم الصحية والطبية عندنا 8 تخصصات صحية، ومعروف إنه قطاع العلوم الصحية والطبية رائد في التعليم الصحي المتداخل. فالتعليم الصحي المتداخل هو يعني إحنا هدول الطلاب يعني واحدة من الأشياء إنه لما يتخرجوا من الجامعة
يعني معروف انهم راح يشتغلوا كفريق طبي، فمن خلال وجودهم معنا بالجامعه بنعمل لهم نشاطات وفرص ليتعاملوا مع بعض كفريق طبي وينظموا هذه الحملات بالاشراف من الهيئه التدريسيه. إذن مدى اهميه اشراك الطلاب ومدى اهميه يعني من خلال اشراكهم شنو كانت رده فعلهم، شنو اللي حسيتوه من اختلافات لدى الطلاب؟ طبعا رده فعلهم كانت رده فعل ايجابيه، وكانوا بدهم يشوفوا نشاطات اكثر من هذا النوع. يعني واحده من الشغلات انه يعني الطلاب يعني بتزيد مهارات التواصل لدى الطلاب، التعرف على التخصصات الصحيه المختلفه، بيعرفوا انه التخصصات هي كلياتها بتكمل بعضها البعض، وما في مثلا بروفيشن او شيء احسن من يعني ما في مهنه احسن من الثانيه، لا نحن كلنا مكملين لبعضنا البعض. نعم. وانه كيف يعني يقدروا يتعاملوا مع بعض، وذر انها كانت من طريق انه عن طريق تخصصهم الخاص، فكمثلا كان في كليه العلوم الصحيه قسم التغذيه قاموا بحمله لطلاب المدارس، اجوا طلاب المدارس على جامعه قطر من تحت يعني تحت مفهوم الشعار، يعني إلها علاقة بالشعار إنه كيف الطلاب من عمر صغير إنهم يكونوا أكثر نشاطاً، يعرفوا إنه الأكل يعني أهمية الأكل السليم، الأكل الآمن، وكمان يعني إحنا مثل ما عارفين إحنا كأس العالم، فكنا كمان بنكهة كأس العالم، وكثير انبسطوا الطلاب بهذا النشاط. أمانة يعطيكم العافية على الجهود اللي أنتم قدمتوها من خلال أكيد مشاركاتكم الكثيرة مع مجموعة مختلفة من القطاعات، حرصكم على إدراج ومشاركة وتفاعل الطلاب أكيد، لأن دائما العمل والتواجد والتفاعل يلعب دور كبير في الجانب التعليمي وفي أن يكون عندنا مخرجات وقادات وطاقات مبدعة في كافة المجالات من خلال أكيد تبادل الخبرات. وهنيكم كذلك على استخدامكم منصات التواصل الاجتماعي تحديدا انستغرام، لان ذكرتي انستغرام اليوم مايد، ومن خلال اكيد مجموعه من الشخصيات والمشاهير اللي تعاونوا معاكم لايصال الصوره ولايصال الرساله، فيعطيك العافيه. الله يعافيك. كل شكر لك دكتوره الاء العويسي مدير العمليات الكلينيكيه والشراكات وقطاع العلوم الصحيه والطبيه في جامعه قطر، كل الشكر لك على المعلومات اللي قدمتيها. شكرا لكم. إذن مشاهدينا خلونا نطلع فاصل ونرجع لكم. حياكم الله من جديد مشاهدينا، مستمرين طبعا في برنامجنا وفقراتنا من برنامج في الضحى، خذناكم في جوله لمده ساعه مواضيع عديده طبعا، ومن ضمن المواضيع حنين يعني خلال كم نقول من 2020 خلال سنتين او ثلاث سنين اول مره تصير تحديثات جديده على اجراءات كوفيد 19 ما شفناها من قبل. هو امانه الاجراءات دائما مستمره ودائما قاعد نشهد شيء جديد وشيء مختلف، والله يعني يبعد عنا ان شاء الله هذا المرض واي مرض اكيد خلال هذه الفتره مع تغيرات الجو، اكيد يعني قاعد نشوف في فيروسات كثير من الاطفال قاعد يمرضون، كثير من الكبار كذلك قاعد يمرضون، مهما تجدد ومهما صارت في اجراءات كثيره اهم شيء يكون هناك وعي لدى الافراد من خلال اكيد الالتزام الشخصي والالتزام الذاتي بالتعليمات اللي احنا دائما نشهدها واللي دائما شاهدناها، يعني حتى لو قاعد نقول خلصنا مثلا ولله الحمد او قلت الامراض او قل الانتشار او قل الفيروس او الاجراءات الاحترازيه اللي كنا ماشيين عليها قلت، الواحد لازم يكون في حرص ذاتي، اهتمام ذاتي بالنظافة، بنوعية الأطعمة، لأن الإنسان بطبيعة الحال بعيداً عن وجود فيروس ولا ما وجود فيروس، يعني إحنا قاعد نتكلم عن وباء، معرض أكيد للإصابة، فأنت مع تغيرات الجو مع مثلاً الحين الفيروسات المنتشرة الواحد لازم أكيد يحافظ على نفسه، يحافظ على سلامته، يحافظ على صحته، ولله الحمد إحنا قاعد نقول وصلنا إلى مرحلة تخطينا كثير من الأمور الصعبة، كثير من أزمة هذا الوباء اللي يعني يمكن كثر المستطاع الواحد كان حريص أنه يعديها، يتعاون مع الدولة، يتعاون مع أفراد أسرته، يحافظ على نفسه، يحافظ على أفراد أسرته، يحافظ على مجتمعه. نرجع ونقول أنت مسؤول عن نفسك، أنت
مسؤول عن عائلة كاملة، فالواحد كثر ما يقدر لازم ينتبه على سلامته وسلامة أفراد عائلته. يعني إحنا حتى لو الواحد الحين شعر مثلاً بمرض بسيط، اقعد في البيت، أخذ علاجاتك، اهتم بجانبك الصحي، لأن سلامتك بتأثر أكيد على سلامة أفراد أسرتك. إذا أنت كنت مصاب فبتصيبهم وبتصيب غيرهم، فواحد كثر ما يقدر يلتزم ويحاول أنه يكون حريص حتى مع أكيد قلة الانتشار، الواحد سلامته مهمة. ونفس ما تكلمنا كذلك عن الجانب الصحي، من خلال أن أنت تهتم بالجانب الغذائي، ممارسة الرياضة، يعني لا يكون تفكيرنا على مدى بسيط، لا يكون تفكيرنا والله خلص الشيء، لا، خلينا نخليه أسلوب حياة من خلال الاهتمام بعدة جوانب للحفاظ أكيد على صحة الفرد. أكيد، والحلو أن الحين صار عندنا وعي، وصار عندنا يعني قمنا نعرف نتعامل مع مثل هذه الفيروسات، وطبعا كل الإجراءات اللي صارت والاحترازات كلها هذا عشان مصلحة المجتمع ومصلحة الجميع. فخلونا نشوف هذه التحديثات الجديدة اللي صارت على كوفيد-19. إذن مشاهدينا، طبعا هذه كانت الإجراءات والتحديثات على إجراءات واحترازات كوفيد-19، وهني نقدر نقول لكم وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. إن شاء الله أنكم استمتعتوا واستفدتوا، ونشوفكم إن شاء الله بكرة في نفس الموعد في برنامج في الضحى. مع السلامة.
الله.